كما تتشوفوا اليوم وصلت النهايه ديال الدوري ديال كره القدم بمناسبه ذكرى العشرين لميلاد صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن حفظه الله ونصره. كما تتشوفوا الدوري هذا الدور العاشره الحمد لله اللي حضر فيه عده جماهير، تقريبا تتشوفوا الجماهير حاضره، وتنشكروا الناس اللي ساهموا معنا في الدوري هذا الدور العاشره، على راسهم السيد والد جهه مراكش اسفي، والسيده رئيسه مجلس الجماعي، والسيد رئيس مقاطعه المدينه، والسيد رئيس مقاطعه سيدي يوسف بن علي، وجميع المقاطعات بالخمس ولي سبونسور. واليوم راه الاحتفال قوي، تنقولوا للشعب المغربي كيقول تيقول الشعب المغربي عيد ميلاد سعيد للامير مولاي الحسن، وحنا فرحانين بزاف اليوم، وتنقولوا عيد ميلاد سعيد كشعب مغربي للاسره الملكيه الشريفه. الفروق المشاركه في هذا الدوري هذا هو 16 فرقه، 16 فرقة لعبات، كل فرقة دنا مجموعة دنا أربعة الجروبات، كل مجموعة دازت منها جوج فروق، الربع عاد كما نص النهاية، من نص النهاية دابا دزنا للفينار. الملاعب اللي تلعبات فيهم هاد الدورة العاشرة لكرة القدم بمناسبة ذكرى العشرين لميلاد صاحب سمهم الملكي الأمير مولاي الحسن، ملعب 20 غشت، ملعب القنصلي، ملعب الحاج القنصلي باب دكالا، منتزه الامير مولاي الحسن، ملعب المحاميد، ومركب سيدي يوسف بن علي. نحتفي اليوم بالذكرى العشرين لميلاد صاحبي السمو الملكي الامير جليل مولاي الحسن، وهذه الذكرى تجسد اروع صور تشبث الامه والشعب بالعرش العلوي المجيد، وهي ايضا تجسيد للتلاحم والترابط الذي طبع علاقة الشعب المغربي دائما وأبدا في استمراريته بالعرش العلوي المجيد، وهي أيضا احتفاء بهذه الذكرى التي أعلن عنها يوم 8 من 2003، بحيث ازدانت جنبات القصر الملكي العامر بازدياد الأمير الجليل مولاي الحسن الذي يبلغ الآن من العمر 20 سنة، أطال عمره وبقاءه، وحفظ جلالة الملك أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. فتنظم الجمعية الرياضية لمشجعي الكوكب الرياضي هذه المناسبة في دورتها العاشرة، حيث تجمع جميع الفرق من منطقة الحوز وعن ولاية جهة مراكش أسفي، ويتبارى خلال هذه المناسبة الجميلة والجليلة 16 فريقا أسفرت عن نهائي يجمع بين فريقي الوحدة الرياضي من الدوديات وفريق الشروق الرياضي من المحاميد. الوحدة الرياضي يسجل الهدف الأول في المقابلة، فريق الوحدة الرياضي يعني الدوديات